اهلا بيكو، هنتكلم النهاردة على خبر بخصوص نتفليكس. ونتفليكس بتخفض اسعار باقتها في مصر وعدد من الدول العربية. ده الخبر اللي كان منتشر جدا على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الاخبار. هنعرف تفاصيله. اعلنت منصة الترفيه العالمية نتفليكس عن تحديث اسعار باقتها في مصر لتمكين الجمهور من متابعة البرامج والأفلام المفضلة بأسعار أقل من تلك التي كانت تعمل بها في الأيام القليلة السابقة. وجاءت أسعار الباقات في مصر: الباقة الأساسية 70 جنيه، والباقة القياسية 120 جنيه، والباقة المميزة 125 جنيه. وذلك بعدما كانت من قبل الباقة الأساسية ب120 جنيه، والباقة القياسية كانت ب165 جنيه، والباقة المميزة كانت ب200 جنيه. وتمكن المشتركون الجدد من مشاهدة السعر الجديد لكل باقة ابتداء من 21 فبراير، بينما ستسري الأسعار المحدثة على الأعضاء الحاليين خلال دورة الفواتير التالية. هيعتمد التوقيت للتطبيق على تاريخ دورة الفاتورة الخاصة بكل عضو. وكمان منصة نتفليكس اتخذت قرارها بتخفيض أسعار الاشتراكات في عدد من الدول العربية، لم تقتصر على مصر فقط. ومن بين الدول العربية اللي تغيرت فيها الأسعار كانت المغرب، لبنان، الأردن، فلسطين، تونس. ونتفليكس مؤخرا ابتدت ان هي تزود مكتبتها التلفزيونية والسينمائية خلال الأشهر المقبلة بأعمال مميزة، أعمال طبعا جديدة بالإضافة للبرامج اللي ابتدت ان هي تضيفها، وكمان الافلام المميزة كده. يبقى احنا اتكلمنا على احدث الاخبار بخصوص منصة نتفليكس واسعار باقتها والانخفاض اللي حصل فيها. اتمنى يكون الاخبار بتعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. ومع السلامة.